اليوم طبعا الكلمة مش كلمة رسمية، كلمة مودة، كلمة شكر لإخواننا في دائرة الصحة في أبوظبي على تعاونهم الدائم معانا والمستمر، وأنتم كلكم شرفتونا برفع راية دولة الإمارات على مستوى العالم. خدمة ورعاية المواطنين في الخارج هو هدف استراتيجي من أهداف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأنتم بوجودكم معانا وتعاونكم معانا صراحة فعلا خلى الإمارات محل نظر لجميع دول العالم أن كيف قادرة تقدم جميع هذه المبادرات والتنسيق السريع والنتائج السريعة اللي نقومها. فنحن نشكركم وبإذن الله إن شاء الله هذا التعاون يستمر. احنا اليوم وقفتنا معاكم هذه وقفة اعتزاز فيكم، وقفة فخر بكم، وطبعا وقفة شكر لكم لكل ما قدمتموه وتقدمونه ومستمرين في تقديمه. نتمنى منكم إن شاء الله أنكم تقدمون شكرنا هذا وتوصلونه لجميع زملائكم في وزارة الصحة وفي هيئة صحة دبي، وإن شاء الله هذا العمل وهذا التنسيق وهذا التعاون راح يكون مستمر وراح نشوف آثاره مش فقط في هذه المرحلة ولكن في جميع المراحل القادمة. وشكرا لكم على حضوركم اليوم.